ونعرف اسبابه ايه والتشخيص ايه. ولكن معانا اتصال تليفوني. الو الو، الو، مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا اهلا بيكي. لو سمحتي عايزه الدكتور يكلمنا بس عن ضمور المخ عند الاطفال، ضمور المخ عند الاطفال. طب لو لان في انا عندك عندي مشكله طفلين. اتفضلي. عندي طفلين، الطفل الاولاني والده قيصر الاثنين، حصل عنده ضمور. حاليا هو عنده سنتين، انتباهه كويس بس لسه المشي تمام. الطفل الثاني عنده 4 شهور، برضه نفس القصة، عنده نسبة ضمور برضه بدون أسباب، لسه ما عرفش أسبابه، وحاسة إن النمو بتاعها ضعيف، يعني مش بتكبر قوي. هي عندها قد إيه؟ عندها 4 شهور. 4 شهور. والبيبي التاني؟ والبيبي التاني سنتين. سنتين. الاتنين عندهم نفس المشكلة؟ عندهم نفس المشكلة، مش عارفة إيه أسبابها. ألف سلامة عليهم. طب دكتور، في أسئلة حضرتك حابب توجهها للمدى؟ لا، صعب إن احنا نسألها دي. طبعا لازم تفحص الأطفال دي، لأن اللي عندهم مشاكل وراثية مثلا، ودي كانت واحدة من المحاضرات القيمة جدا للدكتورة ناجية عبد المجيد من المعهد القومي عن الأمراض الوراثية في الأطفال. طبعا في نسبة من الأطفال بيكون عندهم مسح للقشرة المخية فيكونوا أقل ذكاء. في ناس تانيين بيبقى عندهم ضمور في المخ فعلا، لكن بيبقى في علامات خارجية في الفحص الطبي. يا ترى الراس صغيرة مبططة، يا ترى في شق في الفم، يا ترى في مشاكل في السرة، يا ترى في مظاهر جلدية للمرض داخليا زي التيوبرس سكليروسيس بيبقى في الجلد. الحقيقة ان الشكل الخارجي جزء من التشخيص في الحالة. فده تمام. يعني حضرتك بتكلمينا من القاهرة ولا من محافظة؟ تمام. خلينا نكمل العرض. قطع الاتصال. هي السبب الاغلب لمشاكل المخ هي نقص الاكسجين أثناء او تعرض الولاده. تعرض الطفل اثناء الولاده متعثره بالظبط، يا اما نقص اكسجين او دم او ضغط. طفل عليه مبتسر ونزل قبل ميعاد ولادته. قبل ميعاده. الحاجات دي ساعات بينتج عنها اضرار داخل الماده البيضاء، بتبان لنا في الرنين المغناطيسي. بس معقول يا دكتور الطفلين، يعني احنا طبعا هنتكلم على الموضوع ان هم طفلين مع بعض ولسه هنجاوب عليكي، ولكن ناخد الاتصال التليفوني معانا. الو الو الو، مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا، اتفضلي. اتفضلي طبعا. سؤال حضرتك يا دكتور. انا عندي ولد عنده 2 سنين، بقاله شهرين كده مفيش اكل خالص خالص. انا كنت والده بقالي شهرين، ومن ساعه ما ولدت وهو ما بياكلش نهائي، وكان الوقت بقى قاعد عصبي جدا جدا، واول مثلا ما يعيط يوم يغمى عليه وبعدين متشنج. فمش عارفه اعمل له ايه، حتى حاولت معاه الاكل دي بكل الطرق، مفيش فايده خالص خالص. سنتين يا دكتور. ما بيشربش حتى عصير ولا اي حاجه تغني عن الاكل، وبحاول كتير، يعني مش بطريقه واحده، بمحايلات وجميع الطرق، مفيش فايده برضه. وبتخس جدا خالص خالص، حتى ظهر في سنانه علامات بيضاء كده زي اللي بتظهر في الضوافر، ووشه خس جدا، وجسمه خس، وعصبي جدا جدا. وبقاله بقول لحضرتك فتره كل ما يعيط ويتعصب يغمى عليه، ويجي حاله تشنج كده. تشنج واغماء. ايوه. الف سلامه عليه. الف سلامه على ابنك. وهو عمره شهرين، وكنت هقول لك الحقيقه انا معلوماتي في البيبيات صغيرين قوي قليله، لكن المدخل لعلاج طفلك هو اللي انت ذكرتيه من التشنجات. الحقيقه التشنجات الصراعيه ممكن تكون قاتلة في هذا السن إذا لم تعالج فورا. فأنا شايف أنك أنت ما خدتيش بالك من أن مش الولد بيعيط فبيحصل له تشنجات، لا، هو عنده كهرباء زيادة في المخ، ولا بد من أن احنا نحددها فورا، لأن في أنواع منها قاتلة وبتمنع حتى الولد يبقى في وعيه حتى من غير ما يكون عنده تشنجات، زي في اللينكس جاستو. ولا بد من أن احنا نديله العلاج المناسب لنوع الاضطراب الكهربي. وحصل دلوقتي تقدم هائل في علاج الصرع وعلاج يعني ده نوع يا دكتور الكهربية. طيب من ده مؤكد، نوع من انواع الصرع ده مؤكد. طب نتج نتيجه ايه يا دكتور؟ يعني هل علشان هي لسه والده بقالها شهرين بالطفل جديد، فجأة على الطفل ده، فالطفل ده رافض الاكل وكده علشان يلفت انتباه الام، ولا هو عنده مشكله فعلا نفسيه؟ مشكله في المخ. عندنا المخ مظاهر صبته ومظاهر مرضه
هم معروفين في الأطفال الصغيرين التشنجات. نمرة اتنين الإغماء، تأخر النمو. بيجيله إغماء. ما هو التشنجات دي من ضمن مظاهر اضطراب الكهرباء. وإن الحاجة التانية إن الطفل ده هو يتأخر النمو بتاعه. والحاجة التالتة اللي هو إن هو العياط بتاعه ما يبقاش طبيعي، معناه إن هو مصدع أو موجوع. الحاجة الرابعة طبعًا إن هو يتأخر نطقه ويتوقف اللي هي المظاهر الأخرى للطفل الصحيح لصحته كويسة، لا عارف يأكل ولا عارف إنه هو يصحى وعلى طول بيزن، ولما يفوق يقوم يتآية. في نمو ضعيف والأسنان بتاعته فيها في احتمالات مشاكل كمان. إن جزء من الاضطراب الكهربي في حتة اسمها الإنسولا اللي بتأثر قوي على المعدة، فتخلي الطفل يقذف أكتر من اللازم. انا اعتقد ان العلاج السحري لهذه الحاله هو دواء من ادويه الصرع. يعني لازم تتوجه لطبيب المخ والاعصاب يديها دواء لتاهيل الطفل. لازم هي يتشاف الاشعه بتاعه الطفل ده وهيتعالج، لكن هي ما تيأسش ابدا. العلاجات الحديثه شالت لنا احتماليه الوفاه والمشاكل والمضاعفات، بانها بتجيب نتائج كويسه قوي من غير مضاعفات. فقدمي للطبيب اللي انت بتمشي معاه واعرضي عليه المشكله وهتبص لقيت حل فوري. تمام دكتور، قبل ما نرجع مره تانية للمؤتمر عايزه اتكلم عن السيده اللي قالت عندها طفلين عندهم ضمور في المخ، الاثنين جالهم ضمور في المخ، فحضرتك شايف ان ده اكثر عامل وراثي من ان هو مشكله حدثت كده مع الاسنان؟ لا اطلاقا. هو احنا دلوقتي ما عدناش نتخض من زي زمان من ان المخ فيه ضمور، لان احنا اكتشفنا ان مساحه المخ تكفي لتعويض اي ضمور في المخ. اذا شفنا الطفل عالجنا المرض اللي سبب له الحاله، الوظائف اللي هي كان المفروض انت عارفه هتقوم بالكلام حتى لو كانت مصابه بضمور، ممكن برضك ان الطفل يتكلم بالسبيتش ثيرابي والاخصائيين التخاطب مع الادويه اللي تعالج الحاله. يعني احنا اتعرض علينا دلوقتي حالا حاله الكهرباء تعبانه، فرط حركه، اللاندو كليفنر فاريانت اللي هم مرض وصفه لاندو وكليفنر، بيقدم لنا جميع انواع تاخر النمو، وبيقدم لنا الصوره زي الكهرباء لوحدها لما بنعالجها الطفل يتحسن تماما، بيتحسن. فاحنا عايزين الوعي ان كلمه ضمور في المخ دي مش معناها نهاية الطريق. هي كلمة قاسية يا دكتور يعني. لكن هي مش نهاية الطريق. لكن بقى الرنين بيبين لي المخ، القشرة المخية مش موجودة، ده هيطلع بتخلف عقلي. يا ترى عنده حجم صغير قوي، المخ حجمه صغير، مش هيقدر يمشي. فاحنا لازم الحالات دي تدرس دراسة وافية. الثلاث حاجات أهم حاجة التشخيص المبكر للحالة عشان نقدر نلحق ما يتم نعوض الوظائف. مثلا الأولاد اللي بينقص الأكسجين عندهم عبال ما بيتعرضوا بيكون حصل تشوه في رجليهم، احنا بنعالجه لو كان لسه في أول مراحله بيحقنه بمادة البوتيولينم يوم على طول، لأن رجليه كانت متخشبة من الإصابة المخية، على طول يلمس الأرض يبتدي يعوض ده بأن هو يمشي مهما كان شكله. وحقنا ولكن مع التشخيص المبكر لازم تتوجهي على طول، لو في أي مشكلة لطفلك تتوجهي على طول للطبيب عشان يقدر أن هو يشخص المشكلة وممكن يحلها قبل ما يحصل مضاعفات كتير يا دكتور للمشكلة. احنا معانا طول تليفوني. ألو ألو ألو، مساء الخير. مساء الخير. المهم انا بسال الدكتور على حاله. اتفضل. انا عندي 76 سنه، ممكن اساله برضه؟ اتفضل طبعا. طيب انا عندي كده بيجيلي جنب العين اليمين في الجبل اليمين في زي رعشه كده زي كهرباء بتجيلي ساعات من غير اي سبب وساعات مع الاكل او البلع. رحت الدكتور اعصاب قال لي ده من اسبابه العصب الخامس، واداني علاج ما جابش نتيجه قوي. رحت الدكتور تاني قال لي انت عندك خشونه في الفك هي اللي بتاثر على النهايه دي، وكتب لي برضو علاج ما جابش نتيجه قوي. فمحتار بالظبط، يا ريت الدكتور يقدر يفيدني بالظبط ايه سببها وازاي اعالجها، يعني او اروح لمين اعالجها. الاحتمال الاغلب، شكرا على سؤالك، هو مرض من الامراض اللي بتعرف باسمها بيزل جانجليا ديزيز، اللي هي فيها الرفه العصبيه اللي وصفتها أصابت عين، ولو كانت أصابت حتى كمان جانب من الوجه والوش بيبتدي يتعوج لناحية، فبنسميها هيميفيشل سبازم، يعني سبازمات نص الوجه إذا شملت العين والفك وجنب البوق. أما إذا شملت العين وانتقلت للعين الثانية بنسميها بليفروسبازم،
اللي هي بتاخد عين وبعدين تبقى على العينين الاثنين. المشكله دي كانت صعبه العلاج جدا ونادره الحدوث قوي، فما كانش فيه اهتمام بيها. حاليا بنحلها بسهوله شديده باستخدام الحقن بماده البوتيولينم. وانصحك بانك انت اذا كانت الحاله من الهيميفيشل سبازم او البليفروسبازم تحقن فورا حسب نصح الاطباء، واللي بيحقنوا كويس معروفين تماما في مصر وفي العالم العربي. الحاجه الثانيه ان اذا كان الحاله دي مش من البليفروسبازم او الهيميفيشل سبازم، ان بيبقى بعض الرفات سببها الاضطراب النفسي. مجرد قرص زي الدايزيبام، ده الاسم العلمي بتاع البتاع ده، بيضيعها تماما. فانا بيتهيالي ان هي الحاله ستقع في واحد من التشخيصين، ولان هم دولت اللي بيجوا يعني هو محتاج ان هو يتوجه لطبيب مخ واعصاب متخصص يقدر يديه الحقنه دي يا دكتور علشان يتحسن كتير قوي. اعتقد ان النطق برضو هيتحسن مع النطق. هو ما جابش سيره النطق. يعني ممكن تكون مؤثره على يعني المشاكل اللي في الفك والعصب الخامس قد تؤثر على الكلام. لا، لو في الفحص طبعا اتضح اصابه اكتر من الديستونيا زي صعوبات النطق او صعوبات البلع. هتبقى القضيه هو بيقول عنده مشكله في البلع عنده مشكله في البلع. في الحاله دي طبعا هنضطر ان احنا نعمل رنين مغناطيسي على المخ. الحاجات اللي بتسبب اصابات متعدده في المخ تشمل حاجات متفرقه زي كده، تشمل مثلا يعني ترسب الكالسيوم في المخ، في اضطرابات الهرمون بتاع الباراثايرويد جلاند بيبقى شكله زي العصفورتين اللي بيقبلوا بعض كده، التكيس، او الويلسون ديزيز، او دي امراض كلها من خلال رنين مغناطيسي. يا دكتور لو عمل اشعه رنين مغناطيسي على المخ ممكن يعني الدكتور اللي هيحدد يعني لو شك في ان دي ويلسون ديزيز هيطلب منه تحليل للبول وتحليل للسيريلوبلازمين في الدم. اذا كان الحركات اللا اراديه دي معاها اعراض اخرى زي الديسفيجيا وزي اللي هي صعوبات البلع او تغير المخ، فهيبتدي الدكتور يشك ان الاصابه متعدده في البيزال جانجليا وفي المخيخ وفي الجزء المخ، يبقى لازم طبعا رنين مغناطيسي علشان نكتشف اذا دايما الابحاث بتاعت الحاله الواحده بتبقى كتيره قوي. ليه؟ لان الدكتور بيبتدي الاول بانه يدرس الحالات الشائعه. اذا ما جاتش فبيبتدي يدور على اضطرابات اخرى، او ما جاتش دهيت انه يبحث الجسم كله يمكن يكون هو ده انعكاس مرض جسماني على مخ الواحد. الحقيقه ان الحالات الصعبه كتير قوي في الجهاز العصبي. أكيد. لكن لما بنشوف العيانين بنلاقي ان 90% منهم اللي احنا بنتكلم عليه ده يا اما مرض في البيزل جانج، يا اما مرض زي الشلل الرعاش، الخ الخ الخ، وان سهل علاجهم. بيتم التشخيص والعلاج ان شاء الله. لازم الفحص. الناس دلوقتي بتدخل عندنا العيادات متوتره جدا. يدخل العيان ماسك الروشته والاشعه، يقول له مالك مثلا، يروح يدي الاشعه على ان دي التشخيص. يعني الحقي ده انا عندي كتير قوي، انا عندي مشاكل. لازم التاريخ المرضي. ابتدت الحاله فجاه، يمكن نتيجة التهاب فيروسي في المخ، ولا ابتدت حاجة في حاجة وزادت شوية في شوية من الأمراض الوراثية. يا ترى الحالة دي مصحوبة بأمراض في الكبد، فحص القلب هيجيب نتيجة ان انا اعمله رسم قلب. وبعد ما بيخلص التاريخ المرضي الفحوصات كلها نظرية بنشوف ايه منها المثبت في الفحص الطبي الاكلينيكي. انا بسميه الخطوات الذهبيه العشره طبعاً. لكن بعد كده بقى بترصدي الابحاث اللي انت محتاجاها لدعم هذا التشخيص، ومنه الاشعاعات. مفيش اشعه يا جماعه هتشخصك المرض، الدكتور هو اللي بيشخص. الدكتور هو اللي بيشخص. تمام يا دكتور. معانا اتصال تليفوني. الو الو الو، اتقطع الاتصال، نرجع مره تانية يا دكتور. معانا اتصال تاني. الو اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. الله يكرمك. كم مفاتيح للدكتور؟ دكتور انور معاك طبعا، اتفضل سؤالك ايه؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا يا حبيبي. حضرتك انا معايا ابني عنده سنتين ونص. تمام. ايوه. ما كلامه لسه قليل، يعني بيقول باب هو مش منتبه. ايوه. وبعدين عملنا له اشعه عند دكتور بيومي، قال ما فيهوش حاجه بس اداله ادويه انتباه كده. ممتاز. ها. بس لسه برضه كلامه يعني الايام دي بدا يبص على يبص عليك كده ومش عارف ايه وينتبه شويه، بس لكن لسه ما اتكلمش الكلام اللي هو يعني. ايوه.
عندي ممكن يكون كهرباء، ومعلش اي علامات من علامات الكهرباء، 100 100 بيجري وبيلعب وكل حاجه. هو انا عرضت كتير في البرامج بتاع قناه صحتي الحالات اللي هي ناتجه عن الاضطراب الكهربي. في حالات من صعوبة فهم الكلمات المسموعة اللي بنسميها أوداتري أجنوزيا، بيكون سببها إصابة في مركز من المراكز العليا في المخ تخلي الكلام بالنسبة للطفل مش مفهوم، وبيبقى بيسمع كويس قوي لكن ما بيعبرش. جزء منهم بيكون سببه الكرامة مش مظبوطة من غير تشنجات، وجزء منه بيبتدي تظهر التشنجات. المرض الأصلاني كان تشنجات وتأخر الكلام. المرض المحور هو أن فعلا نعمل فحص كهربي لحالة زي اللي انت ذكرتها، يطلع أن اضطراب كهربي شديد في المركز بتاع الفهم، وإصلاحه سهل جدا والولد يبتدي يتكلم. في بعض الحالات التأخر العقلي يكون السبب، فبنضطر نعمل طبعا فحص لمستوى الذكاء الاي كيو. في بعض الحالات بيكون أمراض أخرى، فالأمل بتاعنا في حالتك هو اللاندو كليفنر فاريانت اللي هو واحد من الأسباب نتيجة لاضطراب الكهرباء، وسهل قوي يعني. يعني نعمل رسم كهرباء يا دكتور؟ آه طبعا، يعمل رسم كهرباء يعني متخلص. مش معنى ان هو مفيش نوبات صرع او تشنجات ان هو ما عندوش فرط حركة او ما عندوش زيادة في الكهرباء. اه طبعا، في انواع كتير قوي مما يعرف باسم الانسفالوباتيس. هو بيتكلم كلام مش مفهوم، كل يعني طول النهار لسانه شغال كلام مش مفهوم، يعني بيتكلم ولكن كلام مش مفهوم، يعني مش فاهمين انتوا، مش عارفين هو بيعبر عن ايه. بيقول لك حرفين من الكلمه كده مش عارف ايه، بس مش كل الكلمه. هو مازال سنتين ونص سعادتك، والكلام مش مفهوم. معلش اكمل كلامي، اتفضل. حضرتك في اوقات معينه يقول كلام، يعني يقول ماما مام بابا، ويجي بعد فتره ينساهم تاني. يعني ما الدكتور قال ودوه تخاطب، ودوه خلوه مع العيال مش عارف ايه. ايوه، ما انا قلت لك احنا هنقدر نعمله هو استكمال ابحاث الحاله دي. نقدر نبتدي نجاوبك. نمره 2، انت بتتكلم على وضع تاني بقى اللي هو عدم قدرته على الفهم ومشاكل في الذاكره والوظائف العليا. دي مشاكل ممكن تكون ناتجه، ودي غطاها الحقيقه محاضره شيقه للدكتور وليد التويجري من السعوديه عن امراض التمثيل الغذائي. فالتمثيل الغذائي ونقص بعض العناصر ده بيبان برضك من الفحص ومن الاشعه ومن المعامل، فما فيش حاله زي التانيه. معظم الحالات بتحتاج الى فحص حقيقي. اتكلمت عن الاشعه وما فيش حاجه، احنا انتهينا ان الاشعه وما فيش حاجه دي جزء من مجموعه الابحاث، من مجموعه التحاليل اللي هي بتهدف الى ان احنا نلاقي حاجه نعالجها. فانا في رايي استكمال الحاله دي للابحاث بتاعتها هيحطنا على اول الطريق. تمام، شكرا لك دكتور. هل هو محتاج استاذ في التخاطب مثلا يؤهله للتاهيل علشان يقدر يتكلم كويس، يعني الى جانب يعني رسم المخ او الكهرباء عشان نعرف اذا كان عنده كهرباء عاليه ولا لا؟ هل محتاج لدكتور في التخاطب علشان يؤهله للكلام؟ في جميع الاحوال مع ظهور سبب مرضي تحت العلاج بنبتدي بقى نلجا في المرحله التعويضيه الى سباق مع الزمن ان احنا نعوض اللي فات. الطفل في السنين الاولانيه زي الطباعه، بكل كلمه بيحفظها برنت، وبيكرر الكلام وبيتعلم قدرات خارقه سبحان الله. اطفال كتير قوي بنحتاج جهد الام وحد يساعدها ورا الطفل بالمعلومات اللي هي فاتته يعلموه اول ما بيسترد قدراته، ومعاهم اخصائي تخاطب، ودول ممتازين جدا في القدره على استنباط الوسائل واستخدام التقنيات الحديثه في التخاطب عشان يعلموا الطفل يتكلم فيقوم يدخل في المجال التعليمي العادي. انما كمان بيضاف الى ده المدارس اللي ابتدت تظهر دلوقتي اطفال ذوي احتياجات. الحقيقه ان مدارس كتير قوي لازم الطفل يكون وراه مدرسة طول الوقت. فالأطفال ذوي الاحتياجات بيبقى لهم برامج تعليمية أكيد مبسطة،
والسبيشال اديوكيشن ده بقى متوفر حتى في المدارس العاديه، يعملوا فصل عادي. لا، الطفل لما يكون عنده مرض في صغره وياخد الامكانيات الرعاية الطبيه الكافية، العلاج المناسب، ومعاه اخصائي تخاطب، ومعاه مدرسه تناسب احتياجاته، فرق كبير قوي في المستقبل. يبقى احنا الحمد لله يعني نقدر ان احنا نتبنى المشكله دي ونحاول نساعدها من دلوقتي علشان لما يخش المدرسه يكون قادر ان هو يكون مؤهل يعني للتعليم وللتحصيل الدراسي، وما يكونش عنده صعوبات تعلم او مشاكل في النطق فيما بعد، طبعا بعد استبعاد المشاكل في المخ، يعني لازم نعمل رسم المخ كده كده علشان نقدر نستبعد اذا كان عنده مشكله في المخ ولا لا. في مؤتمر المنتزه في فلسطين تولى الدكتور طارق عمر واخصائي تخاطب معاه تقديم دوره تدريبيه كامله على صعوبات التعلم والامراض اللي وراها وطرق العلاج. انا بحيي اساتذه. طبعا احنا يعني هنتكلم طبعا يا دكتور عن المؤتمر، لازم نتكلم عن النهار اللي هو في المؤتمرات بنحاول ان احنا نحل، لانه التوعيه يا دكتور المؤتمرات التوعيه العمليه التعليميه ما تقدريش تلمي بكل الابحاث الحديثه. الدكتور مثلا فيليب ابراد من فرنسا يجي يعرض عليكي حاجه في العلاج جديده، الدكتور اسماعيل محمد من كندا على اسلوب علاج جديد في مرض تاني، طرق الحقن وازاي نخلي الطفل اللي مش قادر يمشي يمشي تاني بالحقن بالبوتيولايم الى اخره. تمام، احنا معانا اتصال تليفوني. الو الو الو، مساء الخير. اهلا وسهلا، اتفضلي دكتور انور معاكي. طبعا اتفضلي. ازي الحال يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيكي. لو سمحت يا دكتور، انا عندي طفله عندها 4 سنين. ايوه. هي مبتسره، يعني كانت اتولدت قبل معاك. مبتسر، تمام. ايوه. اتولدت قبل معاكها بشهرين. ايوه. وهي حجم راسه صغير ووزنها ضعيف. هي بتتكلم كويسه بس ما بتمشيش يا دكتور. ما بتمشيش. ما بتمشيش. هل دخلت الحضانه لاي سبب؟ دخلت في الحضانه، قعدت شهرين في الحضانه. قعدت شهرين. الاطفال المبتسرين طبعا اكثر عرضه من الاطفال العاديين لنقص الاكسجين اثناء الولاده، واحتياجهم لرعايه خاصه بعد خروجهم من الحضانه. العلامات الايجابيه في الحاله، انت ما اتكلمتيش على ان عندها صرع، ما فيش تشنجات. لا، ما عندهاش تشنجات. العلامات الايجابيه دي بتتكلم، يعني عندها قد ايه؟ أربع سنين وبتتكلم، يعني معناها إن هي في حالة مش بطالة، يعني العقل والمخ سليم. في الفحص الطبي هيبان دي عندها تيبس في العضلات بتاعت رجليها ولا لأ، ويا ترى في الرنين في إصابات في المادة البيضاء، ودي من الحالات اللي هي ممكن إن هي التأهيل يفيدها العلاج الطبيعي يا دكتور، الحقن بالبوتيولينم اذا كان في ديفورميتي وتشوهات وشد عضلي معطلها الوقوف، وممكن جدا ان هي تتحسن بالتاهيل الحديث. تمام، شكرا ليكي، شكرا لاتصالك. انا بديها علاج طبيعي يا دكتور. في علاج طبيعي حضرتك العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي لازم يمشي، بس دي عايزه تتفحص عشان نشوف ايه سبب تاخر مشيها، فلازم يتعرض الرنين بتاعها نشوف اذا كان في اصابه في الماده البيضاء، وعلى اساس الفحص الطبي ايه الدواء اللي يساعد دكتور العلاج الطبيعي على انها تقف تاني، وهل الاجهزه بتاعه الروبوتكس زي الحكومه مثلا ممكن يحل لنا المشكله اللي هي ان احنا نجيب لها كمبيوتر يساعدها في الخطوات الاولانيه لغايه ما تمشي، وممكن استخدام تقنيه برضك المشي الصناعي في الطفله، لازم تعرض وما يتاخرش العرض، لازم نعملها اشعه فحوصات، واذا كان ممكن تاخد الحقنه البوتيولاينم ممكن انها تاثر في الحاله. طبعا كل ما نسرع بذلك نمنع قطع الاوتار وخلافه. اتفضلي حضرتك، في سؤال تاني؟ ممكن رقم تليفون الدكتور؟ طبعا مع الكنترول روم حضرتك، يعني ما تقفليش الكنترول، هيدي لحضرتك الرقم. شكرا لك. دكتور، نرجع مره تانية للمؤتمر، وعايزين نتكلم بقى على يعني المواضيع اللي تم تناولها في المؤتمر ده، وكان في يعني خبراء كتير جدا وعلماء افاضل ذكروا العديد من المشاكل اللي ممكن تصيب الامراض العصبيه عند الاطفال. هجيب شويه عناوين لان ده مؤتمر 3 ايام تبارى فيه المتحدثين في المهاره الطبيه. اكيد. لكن انا عجبتني جدا المقالات بتاعه التمثيل الغذائي ونقص بعض المواد اللي يمكن
باضافتها للعلاج بتاع الطفل تبص تلاقي حاله اتبدل من تشنجات وعياط مستمر وزن وضعف نمو. الاجوار اضطرابات التمثيل الغذائي دايما بيعجبني المحاضرات الخاصه بالصرع لان انا من هوات علاجه طبعا. وكان في عرض رائع للمشاكل بتاعه الفوكال ابليبسي، محاضره اللي لفتت نظري كمان اللي هي حط احمد رؤوف في البرنامج محاضره عن مرض التصلب المتناثر عند الاطفال وكان يعتقد زمان انه هو مش موجود خالص في الاطفال. التصلب المتناثر عند الاطفال MS يعني ده مرض بمعنى ايه يا دكتور؟ التصلب المتناثر نوع من الالتهاب المناعي بيجي، كان عندنا اعتقاد ان ما بيجيش تحت سن 10 سنين ابدا، لكن اساتذه اجلاء عرضوا علينا في المؤتمر الحالات اللي هي بتيجي في سن اصغر وازاي ان علاجها بيبقى صعب ومشاكله ايه. كمان المحاضره اللي عجبتني، انا دايما معجب بموضوع الصداع في الاطفال، صداع لانه مش بيشتكوا منه يعني هم ما بيعرفوش يعبروا ان عندهم صداع. انا صممت عن تقديم برضك موضوع الارتجاج تاني، خبطات الدماغ اللي هي زي ما قالت لنا الاخت السعوديه الحاجات دي مستخبيه فعلا. يعني بيجي الطفل بصرع، بيجي الطفل بصعوبات تعلم، بيجي الطفل مبلم مكتئب جدا وما بنبقاش واخدين بالنا لان الناس ما بتلاقيش فيه رابطه بين الخبطه على الدماغ ده. هي بتفتكر انها خبطه وعدت يعني خبطه وعدت يعني وهو طفل صغير. كمان الاطفال الصغيرين البيبيز بيقعوا كتير جدا ممكن يعني بيبقى عندهم حركه ويلف السرير ويقع وممكن الخبطات البسيطه دي تعمل مشاكل في المخ بعد كده وينتج عنها صعوبات تعلم. المحاضرات اللي انا ذكرتها لك وبمحاضره الاستاذ الدكتور فاروق طلعت مثلا عن المايجرين يعني كل واحد تبارى في ان هو يعرض علينا المواضيع الكبيره تخصصات يعني كل طبيب يعني تناول تخصص معين كلهم بيمارسوا المهنه كلهم كل الامراض دي لكن ده عرض الجديد التقنيات الحديثه في علاج التقنيات الحديثه وده عرض الحقيقه المؤتمر كان فيه روح حلوه. ايه هي الروح دي؟ طول الوقت الاعلام بيبالغ في ان حصل انقسام بين شبابنا والعواجيز اللي هم الاساتذه، ده غير حقيقي اطلاقا. المؤتمر ده كان مخصص عشان ندي خلاصه العلم واللي اتعلمناه طول عمرنا لاولادنا. احنا عندنا نفس المشاعر بتاعت الاب لاولاده، عايزهم يبقوا احسن منه. وبتلاقي صوره تانية غير اللي بتطلعنا بيه قنوات الاعلام ساعات من غضب الشباب. يعني ده التقاء ما بين يا دكتور للشباب وما بين يعني الكبار اللي هم علمائنا اللي احنا دايما بنستفيد منهم وشبابنا هم برضو دلوقتي نشأ جديد وجيل جديد من العلماء. هم بيعملونا ازاي؟ اكننا بكل احترام وتقدير يا دكتور يعني اكننا اهم من اهلهم واهم من طبعا يا دكتور يعني قد ايه الاستاذ بيسعد ان واحد حصل على شهاده في الخارج. لا احنا الروح الفريق الطبي روح التعاون ما بين الشباب وما بين علماء الدولة عليها ان توفر كمية اكبر من البعثات، وانا سعيد جدا ابتدى يبقى في تفكير في البعثات اكتر من الاول علشان يرجع لنا دول ويبقوا حلقة اتصال بيننا وبين الغرب العالم كمان. المتقدم أكيد. لان فكرة ان احنا كل حاجة هتطلع من عندنا ده هيعطلنا قوي في النمو الذهني واللحاق بالعلم ودعم الابحاث كمان يا دكتور. ده كان من ضمن التوصيات من ضمن التوصيات كمان. تصوري بقى احنا عندنا كام طفل يعني بتاع 5 مليون او 10 مليون في 90 مليون فكل اللي مهتمين في المؤتمر ده ما يجوش 100 لا احنا عايزينهم يبقوا 1000 طبعا ان شاء الله. يعني احنا عندنا كوادر عالية جدا يا دكتور وعندنا اطفال ما شاء الله عليهم قدراتهم العقلية والذهنية عالية جدا وبقليل من الفحوصات البسيطة والتوعية باهمية التشخيص المبكر المشاكل دي هيوفر علينا. انا مش هتخيب معاك ايه لك حكاية ابحاث بسيطة لا ابحاث كاملة ان شاء الله يا دكتور. اللي انا عايز ان احنا نبعد عنه هو ان احنا ننتظر المعجزات الطبية إن شاء الله. يعني هيخف يا دكتور بس الأول نقول إن شاء الله يعني بلقي أمل للكهرباء زيادة نمر 2 يعني هيبقى يخف يا دكتور. طبعا احنا بالنسبة لنا ان انا البس نظارة ده شفاء طبعا
اقوم استعيد على النظر ان انا اقدر ارجع للدراسه بعد اصابه مخيه تعتبر شفاء. احنا هنتكلم يا دكتور على يعني وصل لايه المؤتمر ده في النهايه والخلاصه بتاعته وقدر يقدم لنا ايه علشان يفيد بلدنا. معانا اتصال تليفوني. الو الو الو. ايوه ايوه اتفضل. مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل اتفضل دكتور انور. معاك حضرتك. معايا بنتي سنها سنتين واربع شهور. تمام. هي حضرتك متاثره في الكلام دلوقتي، تتكلم كلمات بسيطه عن زي ماما بابا. لما تسيبها جوه تكون عايزه تشرب وامنع منها الميه، ممكن تنطق تقول كلمتين من بوق. بلاحظ عندها فرط حركه بسيط بس قبل النوم، يعني تجري ما بين اخوها وامها بس. تاخر الكلام ده دلوقتي، ولما اكتشفنا لها برضه عملنا لها رسم مخ، ما فيش رسم مخ طبيعي، رنين المخ، رنين على المخ برضه طبيعي. الدكاتره هنا اختلفوا في التشخيص ما بين التوحد وما بين انها متاخره في الكلام ده. الفتره الاخيره دي بدات عليها ظواهر يعني متعلقه جدا جدا بي انا ابوها. تمسك فيها لما اجي اطلع، لما اجي البس الجلابيه تسد الجلابيه عايزه تلبسها، تجيب لي شراب، امور زي كده عايزه تطلع على طول. لو ما نفذت لهاش الرغبه بتاعتها ممكن تعضني، تشد ايديا توديني على المطبخ، تستور على السكر بايديها وبعينيها، تمسك من ايديا لغايه دلوقتي تجيب لي الجزمه بتاعتها عشان اطلعها. مش عارف حضرتك يعني هل هو يعني هي الطفله يعني كاداء حركي هي كويسه؟ اداء حركي كويس، كويسه جدا. وبتتفاعل معاكوا يعني؟ فاهمة كل حاجة. لو ما نفذت لهاش الرغبة بتاعتها ممكن تعضني. هي تسد ايديا ما شاء الله عليها، تسد ايديا توديني لغايه الجزمه بتاعتها، ترفع رجليها عشان تلبس الجزمه. هي المشكله في النطق، المشكله عندها في النطق. هي مش بتتكلم كلمات كثيره يعني، بابا ماما بس كده. بس مش واضحين بابا وماما، مش واضحين كمان. بتشد بعد كده بقى بتشدكوا عشان تندهلكوا. تمام. حضرتك ده مثلا كلمات توحد ولا مش توحد بالظبط عشان احنا احترمنا؟ تمام. وعندنا برضه جلسات تخاطب خاصه في فصل خاص، فيه برضه شويه يعني حالات خاصه زي كده، ما بيننا مختلفين ما بين نودوها حضانه عاديه عشان تتعلم من الاطفال، نودوها حضانه خاصه. لا الف سلامه عليها، الف سلامه عليها. والدكتور هيوضح لحضرتك اذا كان في اشتباه يا دكتور لتوحد ولا لا. يعني الحيره مشتركه. يعني هو عرض، شكرا على عرضك لهذه الحاله، ان هي برضك هو تشخيص مفصل. قدمت لنا حاله صغيره في السن وعندها كومبينيشن يعني مجموعه اعراض، لا يمكن ان احنا نستجوبه لبقيه الاعراض، تاخد برنامجين عشان نقعد عشان ناخد على حاله واحده. فالثلاث كلمات اللي هم لقطتهم ان هي التاخر النطقي، لكن الاهم منها بتقول بابا ماما. فدي عندها مفتاح اللغه. انا مش قلق عليها قلق شديد، بوسيله او باخرى هتتكلم، وخصوصا انه بيتكلم على سنتين ونص. سنتين واربع شهور. دي ادام عندها مفتاح اللغه. انا بيتهيألي مع الاهتمام بالتخاطب هيكون في تحسن. الحاجه الثانيه اللي هو عرضها، بس انا خفت احسن ازعله لان انا بحب الصعايده جدا. يعني انت اتكلمت عن بنت عصبيه للغايه بتعض. جابت منين حاسه العض ده؟ انا مش قصدي هجوم عليك انت شخصيا. ايوه لكن عصبيه بس جدا. ده معناه ان هي اكتر يعني. لا بتعض. بتعض يعني ده مؤشر سلبي يا دكتور؟ لا ده مؤشر على العصبيه والعنف. العصبيه. فهل ده جزء من مرض؟ اذا كانت هو البنت دي زنانه وده جزء من المرض، الدكتوره حنان عزوز الحقيقه عرضت علينا الحالات دهيت واوصت بعلاجها بكومبينيشن من الادويه بتاعه الكهرباء الزياده مع المهدئات. الحاجه الاحتمال الثالث هو اتكلم على انها في بعض الاحيان بتهايبر، يعني ما يبقى عماله تجري وراه، وده نوع من ان هو دلوقتي الميثايل فينيديد غير لنا مصير الحالات دي تماما. فمهما كان التشخيص، اذا كان في الثلاثه دول الامل في علاجها موجود. وعايزه بس الحقيقه ادام الاشعه سليمه والبنت بتمشي، اهتمام بالعمليه التعليميه، لان البنت اللي ماشيه بتعضعض وتعمل وبتاع ده لازم في قدامها مشاكل غلط. يعني في مثلا صراعات، خناقات ما بين الاب والام، هم مرآه للاهل.
فدولت ممكن جدا في المراكز المتخصصة لمدارس الاحتياجات والحاجات دي اللي هي الحضانات الخاصة كمان يكون فيها نوع من الاختلاط الصحي الأخلاقيات، نعلم بقى الأخلاقيات والسليمة والسلوكيات الصحية الحالات النفسية ودي كان عليها جلسة كاملة، وبين الفرط الحركي والاضطراب الكلامي الناتج عن اضطراب الكهرباء. انا بقول ان دي البنت دي فرصتها في الشفاء عليها كده ان شاء الله. يا دكتور للاسف وقت الفقره بينتهي بسرعه جدا، عايزين نقول المؤتمر اللي حضرتك حضرته في الاسكندريه في فلسطين في فندق فلسطين خلص لايه يعني المؤتمر، وايه النتائج اللي ترتبت عليه من خلال علمائنا واساتذتنا اللي هم طبعا تناولوا الكثير من الموضوعات في الامراض العصبيه والنفسيه بالأفضل. يفيد الساده المشاهدين وامهاتنا وابائنا بايه؟ اول حاجه المؤتمر ده من غير توصيه مكتوبه احنا بنطالب الدكتور احمد رؤوف الأستاذ العظيم ورائد طب الأمراض العصبية والنفسية في الأطفال بأن هو يواصل جهده من أجل نشر هذه الثقافة بين الأطباء إزاي نعالج هذه الحالات من الأول. الحاجة الثانية اللي هي برضك بدون توصيات مكتوبة إن إحنا محتاجين دكاترة أكتر في هذا التخصص، فأنا بأشجع أطباء الأطفال على إن هم يلتحقوا بالدورات التدريبية أكتر. والحاجة بقى اللي هي محتاجة إن إحنا نكتبها إن إحنا محتاجين لدعم المجتمعات لنشر الخدمات الخاصة والمصاحبة للأدوية والأطباء في المجتمعات والمحليات، لأن للأسف زي ما عرض علينا البعض إن الخدمات بتبقى ضعيفة شوية في العلاج الطبيعي في حتت، وإن في يعني بعض المحافظات يا دكتور يعني بيكون مفيش طبيب، ما بيكونش في طبيب في المركز ده، عايز مدرسة لطفل الاحتياجات يقول لك فين أنا ما عنديش مفيش. وتبص تلاقي إن الأهل عاجزين على إن هم يقدموا مع إن هم مش المسألة احتياج مادي، الخدمة المناسبة للطفل في أثناء أهم مرحلة في حياته اللي هو وهو يشب من طفل النشأ. عشان كده يا دكتور احنا حبينا نركز النهاردة على الأطفال لأن هم النشأ اللي هينشأ عليه لبلدنا ويبقى فيه تقدم في علاج أطفالنا طبعاً. ودي بقى اللي هي بقولها للأهل لا تجزع، تقدم للطبيب المتخصص، وإذا كان المشوار طويل شوية علينا ان احنا نطالب الدولة بدعم العلاج للاطفال والتأهيل المتخصص بحيث انها ما تبقاش في مركز او اتنين بس، لا زي ما هي وزارة الصحة بتحاول انها تنشر الوعي المستشفيات الجديدة وتحسن أدائها، عايزين دايما ان احنا نواجه اطفالنا الورد الصغير ده بالري المتواصل بالطب الحديث. يعني لازم يكون في إرادة يا دكتور وصبر من الأهالي في متابعة حالات أطفالهم أطلع. ولازم الأم تكون على وعي بأي مشكلة ممكن تحصل لطفلها لازم تتوجه على طول لأقرب مركز صحي أو أقرب يعني مستشفى جامعي أي يعني أي طبيب متخصص ليه علشان يقدر إن هو يحل المشكلة دي. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور أنور بجد يعني كانت حلقة رائعة جدا، وأنا بعتبر حضرتك من أساتذتنا يعني الفضلاء يعني دايما بتثرينا بمعلوماتك، ويعني انا بشكرك جدا على وجودك معانا في قناه صحتي، حضرتك عمود من اعمده هذه القناه. شكرا ليك يا دكتور. بشكر طبعا الاستاذ الدكتور انور الاتريبي استاذ الامراض العصبيه والنفسيه بطب عين شمس، شكرا ليك يا دكتور، وبنتمنى لقاء حضرتك قريبا ان شاء الله. شكرا لك. اعزائي المشاهدين وبكده بتكون خلص الفقر.